حبايبنا الحلوين، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل سمري على سيشن نمبر 1. سيشن نمبر 1 كنا شرحنا فيها ليكتشر نمبر 1 في الألجبرا. وليكتشر نمبر 1 في الألجبرا كنا قلنا لو قال لك find the two roots أو find solution set أو find SS أو find value of X أو قال لك حتى solve the equation، دي كلها مسميات إن هات الفاليو بتاعة الإكس أو هات الفاليو بتاعة السيمبل اللي بقول لك عليه. مبدئيا كنا متفقين ان عندنا شكل ستاندر فورم اللي بيننا وبين بعضينا كنا بنقول عليه الشكل العاطفي. الشكل العاطفي او الستاندر فورم اللي احنا متفقين عليه كان ax square plus bx plus c equal 0. قلنا ال a وال b وال c دول belong real numbers، يعني ال a وال b وال c ممكن يبقوا اي رقم real، بس اهم حاجة ان الاي ما تبقاش بزيرو، يعني البي ممكن تبقى بزيرو او السي بزيرو لكن الاي ما تنفعش تبقى بزيرو. وقلنا عندنا اربع طرق علشان احل بيهم الكوادراتيك ايكويجن. ايه هما؟ قلنا فاكتوريزيشن او جنرال فورمولا او جرافيكالي او باي كالكليتور. طيب بشكل مبدئي اتفقنا عشان احل بالفاكتوريزيشن لازم الشكل بتاعي يبقى في شكل الستاندر فورم، تمام؟ بعمل 2 براكت اكس واكس وبحط جوه ال 2 براكتس دول ارقام. هنا الارقام دي بحددها على اي اساس؟ كنا متفقين ان الرقمين بتوعي اللي بختارهم هنا لازم يبقى الصم بتاعهم ال 2 نمبرز اللي هي بي، يعني لما اعمل لهم بلس يديني البي ولما اعمل لهم ملتبلاي يديني السي. يبقى الرقمين اللي بحطهم في البراكت هنا لازم الملتبلاي بتاعهم يديني السي والبلس بتاعهم او السميشن بتاعهم يديني البي. كنا متفقين لو البي بزيرو، لو البي بزيرو ما احنا اتفقنا البي او السي ممكن يبقوا بزيرو. لو البي بزيرو فانت عندك احتمالين، ان هي يبقى شكلها اكس سكوير بلس سي او اكس سكوير ماينس سي. لو عندك السي بالنيجاتيف ففي الحالة دي هيبقى اكس سكوير ماينس سي. بروح اعمل فاكتورايزيشن اكس واكس وباخد سكوير روت للسي ومرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. اما لو السي بالبوزيتيف يعني يبقى الشكل بتاعي اكس سكوير بلس سي، والسي ده احنا متفقين اي رقم يدهولي، هيبقى السوليوشن سيت بتاعي فاي من غير ما افكر، تمام؟ بعد كده لو السي بقى هي اللي بزيرو ففي الحاله دي هيبقى الشكل بتاعي اي اكس سكوير بلس بي اكس. ففي الحاله دي باخد الاكس كومون وبشتغل اجيب الانسر. بعد كده عندي شكل الجنرال فورمولا. شكل الجنرال فورمولا القانون بتاعي نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت بي سكوير ماينس 4 اي سي over 2a. برضو ما بقدرش اشتغل بشكل الجنرال فورمولا او عوض بالقانون ده الا لما يبقى المنظر قدامي في هيئه الستاندر فورم. بعد كده قلنا جرافيكالي، لو انا معايا الرسمه او انا مديك الرسمه فحضرتك بتبص الاكس اكسس عملت انترسكت مع الكيرف فين. لو عملت مع الكيرف في 2 بوينت فيبقى ال 2 بوينت بتوعي دول هم السوليوشن سيت. لو عملت مع 1 بوينت يبقى السوليوشن سيت بتاعي هو ال 1 بوينت ده. لو ما عملتش انترسكشن خالص يبقى السوليوشن سيت بتاعي فاي. واتفقنا لو عايز ارسم او عايز اجيب الفيرتكس كان نيجاتيف بي اوفر 2a كده جبت الاكس. عايز اجيب الواي باخد الرقم اللي جبته في الاكس هنا اعوض بيه في الايكويشن بتاعتي واجيب الانسر بتاع الواي، تمام؟ بعد كده قلنا بالكالكليتور بنخش على مود ايكويشن 3. مود ايكويشن 3 بيبقى المنظر ده اللي طالع لك بالمناسبه. اول ما بيديك المنظر ده اهو A وB وC، فبتحط ارقامك بالترتيب. بعد كده بتدوس ايكوال بيديك هو السوليوشن سيت دايركتلي. بعد كده كان عندنا نوتس مهمه. اول نوت كنت اقول لك لو عندك الاكس ايكوال اتش is a root of the equation، يعني اديتك equation زي كده وقلت لك ال x equal h وال h دي اي real number اديهولك، فده معناه ان انت هتشيل كل x تحط مكانها ال h او الرقم اللي هديهولك، تمام؟ وبعد كده بقول لك لو عندك two symbols في equation واحده ما بتقدرش تحلهم غير لما يبقى عندك two equation. دي حاجه، اول ما يبقى عندي two symbols في equation واحده، two symbols في equation واحده لازم يبقى عندي two equation. بجيب التو ايكويشن وبحل بالكالكليتور او احلهم سيمولتينيوس زي ما انت عايز. بحلهم بالكالكليتور ازاي؟ بدوس مود ايكويشن 1، تمام؟ بيديني المنظر اللي حضرتك شايفه ده. بس لازم قبل ما احط الكلام ده على الكالكليتور لازم الفورمه بتاعتي الشكل بتاعي يبقى على المنظر ده.
الرموز بتاعتي في حتة والرقم بعد الايكوال، الرموز بتاعتي في حتة والرقم بعد الايكوال، جبت التو ايكويجن اقدر احطهم بالترتيب على الكالكليتور، ولازم الترتيب بتاع السيمبولز كمان يبقى مظبوط، يعني حطيت اكس الاول يبقى تحت اكس الاول، حطيت واي التاني يبقى تحت واي التاني، تمام؟ بحط بالترتيب الكوفيشنز على الكالكليتور وادوس ايكوال، اول انسر هيطلع ده بتاع اول رمز انت دخلته، تاني انسر هيطلع هيبقى بتاع تاني رمز انت دخلته. طيب سيمولتينيس ازاي؟ باي ادنج بقى او سبتراكتنج وهكذا، تمام؟ وبكده بفضل الله نكون خلصنا السمري بتاع سيشن نمبر 1. يا رب اكون فدتك بقدر كافي. لو عندك اي مشكله او اي استفسار تقدر تتواصل معانا على رقم السبورت تيم الخاص بينا. اشوفكم على الف خير، باي باي. دلوقتي مع باشمهندس محمد علاء، ميز نفسك واحضر في اقرب مكان ليك، في الشيخ زايد او اكتوبر او شبرا او الهرم او التجمع او مدينه نصر او مصر الجديده. مع باشمهندس محمد علاء هتقفل ماث بدون عناء. للحجز والاستفسار